ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل معراف. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. بداية، ماذا يعني أن يتنازل عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح للولاية الخامسة بداعي الظرف الصحي؟ ماذا جد على حالته الصحية في زيارته الأخيرة لجنيف؟ هو لم يتراجع سيدي الفاضل، بل هو تكتيك من العلبة السوداء وليس من الرئيس بوتفليقة، لأن الرئيس بوتفليقة هو صراحة في وضع صحي خطير وحرج، والصورة تقريبا التي قدمت ومع فيها الكثير من التحسينات من جانب التقنية، ولكنه الرجل في حالة يرثى، ولا أعتقد أنه يعرف ما يقول حتى. وبالتالي أن الجماعة أرادت صراحة أنها ربما تقفز على مطالب الحراك الشعبي ولا تريد أن تندمج في إطار تغيير حقيقي وجذري، مثل ما خرج الملايين من الجزائريين في ثلاث مسيرات متتالية وبشكل سلمي وحضاري. ثم أنه ما أبان عليه البيان المنسوب للرئيس بوتفليقة، أنا في رأيي أنه أيضا خارج إطار الدستور، معناه أنه الآن الجزائر هي خارج إطار الدستور، تشتغل خارج إطار الدستور. وحتى المادة 107 التي ربما في الحالة الاستثنائية ولم يشل لها البيان من الدستور، هي تعني بأن يكون الرئيس متمتع بكل قواه العقلية والبدنية ولا يكون هو نفسه في حالة استثنائية، ثم ينظر للوضع الموجود في البلد والمؤسسات المهددة بفعل كذا يغبيك، ولكن هذا الحالة من ناحية الدستورية غير متوفرة. وكان الأجدر صراحة هو تفعيل المادة 102 مثلا بدلا من المادة 107. وأيضا إذا كان استحالة مادة 102 أو 107 والقفز على كل الدستور إلى غدين، فهو تنحي نهائيا وتأجيل الانتخابات وتعيين لجنة عقلاء تقود المرحلة الانتقالية مثل ما طلبنا نحن كمعارضة وأيضا في الحراك الشعبي. طيب، كيف ترون القرارات التي اتخذت اليوم بإقالة الحكومة وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للحكومة؟ وما الرسالة التي أراد متخذ القرار إرسالها باختيار وزير الداخلية الذي قتل قواته متظاهرا منذ أيام؟ بغض النظر عن جرائم، لأن وزير الداخلية هو جزء من منظومة الفساد والعصابة الموجودة في البلد، وبالتالي أنه نحن نعتبر أنه هذا ميك اب أو رتوشات تشبه المكياج لصراحة محاولة للقفز على المطالب المشروعة للشعب الجزائري في التغيير. وبالتالي أنه حتى الآن يعني حتى في الشوارع أنزلوا أزلامهم وأيضا مناصريهم إلى غداك لكي يقولوا بأن اليوم في انتصار تاريخي وأن الجزائريون اليوم سجلوا صفحة أخرى. لا، السلطة الآن تعطي صفعة للشعب، ونحن سنكون بالمرصاد ولن نتراجع، وسنظل صراحة مصرين على سلمياتنا وأيضا الضغط إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة بالنسبة لكل الجزائريين. هناك تسريبات من مصادر جزائرية أن النية تتجه إلى تشكيل مجلس رئاسي، هل لديكم معلومات عن تشكيل هذا المجلس في الجزائر؟ لا لا لا، ما فيش، لأنه اليوم قطعت جهينة قول كل خطيب، يعني البيان كان واضح بمعنى أنه في الآن حكومة تتكون من رئيس حكومة، من وزير أول وأيضا نائب وزير الأول، وأيضا احتمال كبير هو تعيين الأخضر الإبراهيمي مستشار دبلوماسي سيقوم بالمهام الدبلوماسية لرئيس الدولة، ثم يتولى رمضان العمامرة هو الذي سيقود المفاوضات مع المعارضة وأيضا فعاليات المجتمع المدني باعتباره ممثل الحكومة، على أن يبقى الوزير الأول وزير الداخلية الحالي بدوي يقوم بالقضايا الوطنية ذات الانشغال العام بالنسبة للمواطن، بينما يتصرف مطلع ممرا باتجاه مهمة واحدة هو هذا الندوة الوطنية والاتصال بالمعارضة. وقد بدأ الاتصال بالمعارضة منذ تقريبا أسبوع قبل حتى أن يعين بشكل خفي، واستطاع أن يمتد مع الكثير من رموز المعارضة ويحاولون إرشائها من أجل تنتمي إلى الحكومة الانتقالية التي سيسمونها حكومة كفاءات وطنية. ونقول
حكومة عمالات وطنية. الأخضر الإبراهيمي، أنت أشرت إلى أنه يصبح مستشارا دبلوماسيا ليقوم بمهام الرئيس في الشؤون الخارجية، هل هذا يعني أن الأخضر الإبراهيمي سيستلم رئاسة الجزائر خارجيا ووزير الداخلية يستلم رئاسة الجمهورية داخليا؟ هم يفكرون بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه حتى يسدوا كل الثغرات ولا يظهر هناك فراغ وشهور بالنسبة لمنصب الرئيس. فهناك رجل بحجم، يعني احنا نعتبره في الجزائر، انا كتبت في صفحتي بانه شاهد زور، لانه يكذب كل مره على الجزائريين بان الرئيس بخير والرئيس بصحه عافيه، وهذا خطا تماما ولا يليق بمستوى دبلوماسي بسمعه وحجم. يعني ان عبد العزيز بوتفليقه خرج نهائيا من السياسه الجزائريه؟ لا، انتهى منذ مده استاذ، ولكن فقط انه يحاولون صراحه أن يمددوا من عمره. هناك من يرى أن السيناريو المصري يطبق بحذافيره في الجزائر، يتنحى الرئيس، تقال الحكومة، يهدأ الشارع بتحقق مطالبه، هل سيعود الشعب الجزائري إلى البيت بعد أن تحقق هدف التظاهرات وهو الولاية الخامسة أن ترفض؟ وما السيناريوهات المطروحة حاليا؟ لا أستاذ، مصر غير الجزائر، وقلتها لصديق مصري بالحرف الواحد بأنه إحنا في الجزائر مصممون إن شاء الله على الذهاب بعيدا في هذا المجال، والسيناريو المرتقب هو أننا سنرد على كل هذا الخزعبلات وكل هذا الإخراج السيء لهذا السلطة المتعفنة بمزيد من التظاهر وبمزيد أيضا من تقريبا توعية الناس في كل القطاعات إلى غداك، سنستمر ونحن مكملين وعلى العهد باقون، وإن شاء الله سوف نلغي هذا السلطة، لأن من غير المعقول أن من كان سببا في كل مشاكلنا يرافقنا في إيجاد حلول، لأنه أصلا هو سبب صعب أن يكون بجنبنا في الحلول، لأنه سبب المأساة صعب أن يكون هو سبب تحقيق الحلم. الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل معراف من الجزائر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.